السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي متابعين قناة بيت الريفي للدواجن والزراعة. اليوم بدنا نحكي عن تربية الدجاج، وفي نقطتين مهمين. أنا ذاكر بالفيديو بس هلا حلخص لكم إياهم، نقطتين مهمين، مقطع الفيديو ما طويل، بس لا تنسوني من الاشتراك والإعجاب، شوي ورجعتوا. يا أصدقائي، هي رجعنا لكم، هلا في نقطتين مهمين لتربية الدجاج. هلا أنا ذاكرهم في عدة مقاطع فيديوهات من قبل. أهم شيء النقطتين هي الغذاء والنظافة، هدول أهم نقطتين لحتى تاخد بيض مزبوط ولحتى الدجاج ما يصيبه أمراض نهائيا. هلأ أنا ذاكر عن مواقيت تقديم الغذاء، في حلقة عن تقديم مواقيت الغذاء، وفي حلقتين ثلاثة عن أنواع الغذاء. هلأ أنا عم لخص الموضوع بعدة سطور يعني، بس مشان ما أطيل عليكم. هو الغذاء المحبب له هو العلف المركب والذرة والخبز اليابس. لازم نقدم لهم نحن خبز يابس، ما نقدم لهم خبز مبلل. انا ذاكر كمان باحد حلقاتي انه الخبز المبلل بيضرهم، ما بينفعهم، هذا نقدم لهم خبز يابس ليستفادوا، وشارح ليش ما بيفيدهم الخبز المبلل. ووجبتين، وجبة الصبح ووجبة المساء. وجبة الصبح بكير بكير عند الشروق، والوجبة الثانية بعد الغروب. الدجاج هون ما بيحرق يلي اكله. هي اول نقطة. وثاني نقطة بالنسبة للخضرة، لازم تتقدم لهم بالنهار بين الفترة الصباح والمساء، يعني أي نوع من الخضرة التالفة عند بياع الخضرة بنجيب لهم إياها وبنقدم لهم إياها، لأنه بهالحركة بيكون آخذ الغذاء كامل من الخضار، وآخذ الغذاء من العلف المركب ومن الذرة، وآخذ القمح من مادة الخبز الجاف. شوفوا كيف أنا مجفف الخبز هنيك، شايفينه كيف مجففه على الطاولة؟ هذا الخبز عم يجففه بقدم لهم اياه، ما بقدم لهم الخبز إذا في مادة عفن، لأنه كمان بصيبهم بالأمراض. والفترة هي المهمة تبع الغذاء تبعهم، أنا ذكرتها الصبح عند الشروق والمساء بعد المغرب قبل ما يناموا بشوي، لأنه بهالفترة الدجاج ما بيحرق زيادة، بيستفاد مشان إنتاج البيض، مشان يكون في عنده إنتاج مستمر. والخضرة اللي بدنا نقدم لهم اياها، اي بائع خضرة عنده خضرة تالفة بنجيبها بنقدم لهم اياها ضمن الوجبتين بين الصبح وبين المساء، بياخذ منها الكلس، ولازم يتعرض لاشعة الشمس لانه مشان يتحمم بالاضطراب. هي النقطة الأولى خلصنا منها، هي مادة الغذاء شلون نقدمها للدجاج. إذا بتحبوا تراجعوا الفيديوهات ضمن قناتي موجودة، هي كل شيء ملخص شو هو. النقطة الثانية المهمة هي تعقيم بيت الدجاج، نظافة بيت الدجاج. أنا ذاكر ثلاث طرق لتعقيم بيت الدجاج، وبأسهل الطرق بأقل التكلفة، مشان لأنه هلأ جايين على صيف بيلحقون جميع أنواع الجراثيم والبرغش والبق والهدب بيلحق الدجاج. هلأ إذا ما حافظنا على تعقيم بيت الدجاج بشكل دوري، الدجاج بيصيبه أمراض وما بنعرف إنه مريض، ووقف البيض وما بنعرف شو سبب توقيف البيض، هو بيكون بسبب مرض. وعن طرق تعقيم بيت الدجاج بشكل موجز، مثل ما حكينا ذاكرهم بقنواتي أنا في ثلاث حلقات، من بيناتهم وقد النار داخل بيت الدجاج، نوقد النار بعدين بنخليها تنطفى، بعدين بتصير دخنة، بنضيف عليها شوية ما زود بتصير دخنة كثيفة، بتعقم البيت كلياته، خاصة إذا في بلوك مثل حكاية عندي أنا. شوفوا البيت عندي جوا تبع الدجاج، مشان يتعقم كلياته، حتى السقف خشب أنا عندي بيتعقم كلياته. وقت النار حكينا. النقطة الثانية مادة الكلور، بنخلط 50% كلور 50% مي، بنبخ المكان كلياته، وبنتخلص إذا عنا أقمشة حاطينا على بيت الدجاج مشان نحميهم مثلا من الفئران أو كذا، نحط لهم أقمشة. الأقمشة بتحوي على براغيث وعلى جراثيم كثير كبيرة، بدنا نتخلص منهم نحط لهم شادر مادة النايلون. والرماد تبع النار اللي بيطلع هي مادة الفحم أو الصفوة نحن بنسميها بسوريا، بيستفادوا منها لأنه هن بياكلوا مادة الفحم، بتتعقم الحوصلية تبعهم وبيتحمموا بالصفوة تبع النار، رماد النار، وبيتعقم جسمهم كلياته، وهيك بتكونوا أنتم حميتوهم وعقمتوا بيت تبعهم. بما أنه جاي الدنيا على صيف، لازم إناء تبع الماء اللي بيشرب منه الدجاج كل يوم ينقام وينحط عليه مادة الكلور، ينغسل بكلور ويرجع ينضاف.
يمكن تحسوا فيها تعب شوي، اما هي الطريقه الصحيحه لتحافظوا عليهم. لأ انا كان عندي ما يقارب شيء 25 دجاجه انا بعت منهم هلا، لا لانه هلا في عندي دجاج بده يرقد بدايه الربيع، انا بيرقد في عندي دجاج، مشان المكان عندي انا ما كبير وما بدي احتفظ بهالدجاج، انا بكفيني 10 12 دجاجه بكفيني، وهيك مشان نضل محافظ على النظافه ومحافظ على الغذاء لهم. مثل ما حكينا النقطتين هي الغذاء وهي النظافه. واذا بتحبوا تفوتوا على القناه تبعي تشوفوا مقاطع مفصله 100% كل حلقه، شو فائده الخبز المجفف وشو غلط نقدمه مبلغ وطريقه التعقيم. لانه الدجاج بشكل عام اذا صابوا اي مرض، لو اجى جراثيم بسيطه مثلا احنا ما بنحس انه اجى جراثيم، بس بخف عنده البيض وبينحف الدجاج بدون ما نشعر. اما نحن بنساوي هاي الوقايه دغري مشان نستفاد، ونكون مثل ما بنكون استفدنا انه ما اجاهم امراض ان شاء الله، ونضل محافظين على شكل الدجاجه وحجم الدجاجه وانتاج البيض. لا انا عندي انتاج نظامي بشكل يومي، انا عندي دجاج ببيض يوميا، عندي اياه ببيض بشكل يومي، احتمال تقصر بعض الدجاجات يوم، اما كله ببيض بشكل يومي عندي اياه، لانه لازم يكونوا متغذيين، لانه اذا في عندي دجاج بده يرقد لازم تكون الدجاجه متغذيه مشان البيضه تنجح، ما يطلع فيها نقص قلس ويجي الصوص معه نقص قلس، بيجي الصوص مشلوش، الكتكوت بيجي معه شلل، لانه بيجي معه نقص قلس لما يكون مقصرين له بالغذاء. وبشكل دوري نحن بنحاول نقدم لهم بصل وتوم مع حبة البركة، من عملهم إياه بشكل دوري يعني كل 15 يوم، هذا بيرفع المناعة عنده. أنا حنزل حلقة كمان خصوصية على الخلطة تبع رفع المناعة اليومين إن شاء الله، وهيك إن شاء الله بنكون قدمنا شيء مفيد نوعا ما. بس لا تنسوني من الاشتراك والإعجاب أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.